اوكي، اتمنى الوضع افضل الحين لان قطعت البتريت والكاميرا. ف it's way too close. What's going on? I hate wish sometimes. انزين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مجددا في تقييم الالعاب مجددا. صوتي المفروض مرتفع بزيادة، خلينا بعد الميكروفون شوي. مؤخرا قبل ساعتين تقريبا خلصت موعد تسليم العاب زنجا 12 11، وفي عندنا 35 مشاركة، وقريت انا في ديسكورد ان البعض حاول ان يرفع اللعبة وانتهت المدة عنده. لو الاتصال ضعيف، بعض الدول مش في السعودية، بعض الدول في سوريا، في العراق، في مدن نائية. واعتذر لأي واحد ما قدر يرفع لعبته، ومبروك للجميع اللي قدر يرفع لعبته ويكون عامل اللعبة على الثيم. الثيم إذا ما أنا غلطان البداية أو النهاية ليست بداية، أو النهاية هي البداية، أو إيش كان الثيم ملعون. في واحد يدق علي، ممتاز، هذا أحسن وقت أخوك، ممكن ما تدق علي الحين. المهم، 35 مشاركة. اخر مرة عملت جيم جام للسعودي جي بي واخذت مني 20,000 ساعة، فبنحاول نقصر الموضوع ونخليه حد محدود. اهو هذا ال ايش 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 هذا العداد مو شغال، لان عدت الستريم، لان الستريم لازم العداد ده. الستريم كان 6 KB، بس تويتش تعبان اليوم كمان لأن حاول يدخل علي وما في باندويث زي الناس. اوكي، هذا لانش لانش. اوكي، المهم هذا المفروض يقول لي كم واحد موجود عندي على الستريم لايف، بس الخوي ما يشتغل اصلا على راحته، لو بيشتغل لو ما يشتغل. وش جاي بنقول؟ 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 فبنقيم 12 لعبة. المهم، انا عارف ان اتباع القوانين تبع المسابقة شوي صعب، زين؟ قريت عناوين بعض الالعاب وشفت ما لهم اي سمة بالموضوع، ولما قريت الديسكربشن يقول والله ناس صراحة ما حاولت. وهذا الشيء شوي يزعجني. انا اعرف ان كثير يستخدم الجيم جام خصيصا انه مسابقه وما فيها يعني فلوس ولا فيها شيء ولا فيها شره، انما يعني كثير من المبتدئين يدخلون يجربون، يشغل على الانجنز، يشغل على كيف يعملوا العاب بفوق قياسي، وشيء ممتاز جدا انك تستخدمه للتدريب يعني. ولكن هذه مسابقه، يعني لو تروح مسابقه رياضيات وتحفظ قران وتبي تدخل مسابقه وتبي يعني تكتب يعني ايات من القران انك حافظها، يعني ايش دخل في ده؟ يعني اعطي احترام مسابقتك. يعني انا اعرف ان البعض صغار في السن، بعضهم 6 سنين، 11 سنه، 20 سنه، 11 سنه مش صغير في السن ولا 11 سنه، بس كلكم اخاطبكم اللي عمره 6 سنين ولا عمره 12 سنه ولا عمره 20 سنه ولا عمره 40 سنه، رجال لما تدخل مسابقه رجال حاول، يمكن في غبي، يمكن في ما عجبك، حاول اذا مره ما عجبك لا تدخل، سوي اللعبه وحطها على جنب وانشر لعبتك. يعني احس هذه نوع من تضيع وقت المتسابقين والحكام والادمن، زي ما قاعد الحين اضيع وقتكم بالنصايح الغبيه دي. يعني تدخل مسابقه رجال حاول على الاقل، على الاقل حاول. بعض المحاولات اللي تقول لك في العنوان البدايه ليست نهايه، اسم الثيم كده، ترفع ضغطي لاكون صريح معاكم، بس هذه احسن من واحد مفهوم. هذا كلام زي كذا احسن من واحد يجي ويقول انا صراحه عيني امد مانا متبع الثيم حقكم، تظن فيكم بس هاي اللعبه تعجبوها. فا وش راي سوي؟ على كل حال عندنا 35 لعبه، 36 لعبه، 35 لعبه، بنحاول نقيم كل واحده منهم. فالاختصار للوقت بنحاول نعطي هذا، بنحاول نعمل تقييم 12 واحدة في اول فيديو، وبناخذ تقريبا 15 دقيقة، بس اللعبة دي بعطيها ماكسيموم 5 دقائق، لأن اللعبة دي
هو بنفسه قال انا ما انا مهتم بالثيم حقه. فروبي سبرينكل كيك من المصمم خميسة ما انا اضفي له بعدين اشوف ايش قصته. Remember Flappy Bird? I love this sentence. Ruby Sprinkle Cake is similar to that game. I made an easy and a cute version of it. Hope you like it. Cutify or cute them up. اسم جانرا اللي شو them up. موجود قديم ده. فاحنا نزلنا الالعاب احنا. فروبي Sprinkle Cake. Let's give it a try. خلينا نشغل 5 دقائق. انا اتاكد من الكاميرا الصوت الميكروفون كل شيء اوكي انزين. رايت والله ما ادري في صوت في الجيم اوكي المشكله اموت في فلابي بيرد ما اقدر ما ريزيست. This game is our submission. أنا أكثر من راح أشتغل عليه. أوكي. بس مكتوب ما أدري شكل ميف. ما يمديك تروح يمين يسار. أراويك ما يقدر أنا أعرف فلابي بيرد. أوكي. فلابي بيرد شهرت شهر غريب لأن أول لعبة كسرت مقاييس النجاح على ألعاب الجوال القديمة. على الأقل الألوان متناسقة. التحكم مش سيء. أعتقد دول عدد البيبات تبع الرقم. والواضح إنه محاول يخلي الخلفية في مقدمة أو البوست جراوند بيبات الباك جراوندز. الباك جراوندز مش منفصلين بس يعني شغل حلو لمدة 3 أيام ولكن ما له أي علاقة بالجيم جام. فلذلك ما بنضيع وقت أكثر من كذا أعتذر لذلك يعني. التحكم سهل جدا خليني أموت لحظة. حتى بالسبيس يعني ما يحتاج تسوي شيء بس تلعب بالسبيس لأن بالسبيس تعمل ريستارت. فهذا الشيء يعني مهم جدا سهولة التحكم بالذات لعبة جوال لعبة كاجوال ما تبي تعقد الأمور ما تبي تخلي اللاعب يستخدم سبيس وفجأة يعمل ريستارت لازم يضغط بالماوس. فهذا الشيء يعني أهني. That was a good job doing that. اللي فهمت اللي هو يسمونه Flappy Bird لعبة بصلخ صعبة جدا. أنا حاليا أشوف تحكم مو بدك السوء ولا أشوف إنه صعبة اللي ديك هناك. أنا ما أعرف ألعب خصوصا لما أتكلم بحاول أفتي لعبي خسر 50% وأنا من أساسي أصلا يعني 10% من الافرج الجيمر يعني. فلابي بيرد اجين ليش ندخل المسابقه؟ اي دونت جيت ات. يعني لو حاولت يعني تمطط يمين يسار تحط تاخذ اتليست محاول انك تطبق فيه ذات ويل بي نايس. بس الحين اللعبه دي صحيح انها تلعب اوكي بس ما اعتقد اي واحد بيعطيك الفاز يعني. ف اي دونت نو ذا زي. اللعبة الثانية وعليكم السلام أسامة. يعني نعمل تقييم لزنجا 11. فاللعبة دي تست بروجكت and احتمال كبير ما قدر يرفعها. احتمال كبير ما قدر يرفعها. The developer hasn't upload. لا جربت لعبة واحدة فقط اسمها روبي سبينك أو روبي رينكل كيك. بأجرب 12 لعبة وإن شاء الله هذه اللعبة سبحان الله لعبة تهجت أو ما أدري هذه لعبة كلها. خلينا نشوف comments. Oh yeah هذه لعبتك Speedy Slime. Have fun. Just remember the end is the beginning. At least أعطانا تذكار إن هذا في موجود. خلينا نشوف التطبيق وبعدين نحكم. اتليست يعني عادة المسابقات انا احترم فيها الشيء اللي يحاول يبدع لان الابداع جزء كبير من عمل الالعاب. نزلت انا اصلا انا متأكد نزلتهم كلهم. وش اسم الملف يا ترى؟
Ooh, that's why speed is life. Okay. Let's take a look. ليش الملف انا ما شايف انه لا يكون انا حوليت احتمال انا حوليت اي احتمال ومو المهم انه ترفع ضغط ولا لا المهم انه لان لعبة نلعب احيانا اللعبة تكون صعبة وتكون اوكي يعني احيانا تكون صعبة لاسباب غلط ف ايدي سلايم اللعبة الوحيدة شكل ما نزلتها سبحان الله هذا اللي عملها دوتي and لا تعليمات لا main menu just get in the game get in the band of hell mother sucker اوكي لو تلاحظ لما لف يمين ويسير في زي الجعرة في زي الهزة انا بالنسبة لي عادي بس في ناس انهم خلل في النظر وخصيصا اللي تأثر بالفلاشات ممكن هذا تسبب لهم صداع فعادة الناس يحطون في الاوبشن خيار ان يشيل الهزة لل ادوات الاحتياج الخاص يعني اعتقد دول اشواك بس شكلهم واضح ان اشواك فنحن طحنا على واحدة عشان نجرب الشكل مش واضح كويس كويس ان اول لعبة هذه هدف الجام انك تخليك تجرب انك تعمل جيمز في تسارع في الموضوع which is really good ناس واجد يعملوا العاب ما فيها تسارع نظام النط شوي متسامح في حيل الجرافيمز بستخدمها او اكواد كونديشن بحيث ان لما تنط على الحافة ما تقلق so this is really good really good في التحكم النطة الاولى شوي غريبة بس هذا سلايم يعني اوكي كان سين ما شغل العداد انا على فكرة ما اعرف العب جيمز وخصيصا اذا احاول اقيم الالوان مع ان نفس طبقة الالوان كلها اخضر مع الحدود شوي زرقاء هذي تفتح النهاية يعني اعتقد اللي الالوان بتناسقة يعني اوه مو من هنا اجي اوكي اوكي حليو اني راوي الهدف مرحبا جربت لعبة The Will Will Be Then لا قاعد اجرب الالعاب الترتيب هاي ثالث لعبة اوه قال لي اضغط على سبيس هنا لو حط تعليمات اللاعب كتكس في البداية او انه تعطيه خبر انه ترى هذه النقطة ما يمديك تنط الا بسبيس تكون يعني متساعد اللاعب تعرف التحكم ايش تراني اني اعلق بسبيس اللي ما قلت لي يعني واجد اسهل بس استلمك خلينا نحاول الميوزك راكب which is weird لان اللعبة التسارع حقها تخليك تحس اني مبارك تلعب اسرع ايه المفروض العب ابطا ايه الكيبورد حقي واجد خفيف ابو 25 ريال ما هوش تبع اي بي ام القديمين صعب اني اضغط عليه بسرعة زي كده انا ثور احيانا يا الميوزك زينة تعطي بريك زي كده بعض الاحيان الواحد يتعب من الميوزك اذا كان طول الوقت صاخب بس يعتمد على نوع اللعبة بس خلينا نشوف ايش اوكي ما في طريقة اشوف الكاميرا انزل الكاميرا شوي مثلا لما اضغط فوق ما اشوف هذه ثالث لعبة اجربها بلاير 1247 بحاول اني ما اطول واجد اوه بوي بس هذه اللعبة already يعني I'm having fun in it بدك نعطيها فبنعطيها يعني وقت اطول من اذا اللعبة حسيت انها ما هي محاولة اللهم الثيم ابدا ما ندخل يعني اوكي it's a platform music action really playable بس للاسف الشديد يعني البداية النهاية
يمكن يمكن لو تشوف النهايه بنفس الشاشه اللي في البدايه تكون بيرفكت. ايش اسم الالعاب جربتها؟ هذه اكشلي ثاني لعبه ثالث اللعبه اللي حاولت اجربها ما كان موجوده. هاي ثاني لعبه هادي وكيك روبي كيك او سمثينج. فمثلا مثلا الحين البدايه هي النهايه لو تلاحظ هذه النهايه اعتقد ولا. فلو هي في نفس الصوره في البدايه كان ممكن قلنا ركبت مع الثيم يعني. هذا الشيء الوحيد كان ناقصنها. ايوه ف في نهايه اللعبه ما كان نهايه في البدايه. يا بس شوف ما اشوفها في الصوره النهايه. You missed it. You really missed it. يعني ما لو طبقت الحركه دي بس كان صار الثيم يعني. على كل حال جود جوب جود جوب. تحكم كويس, الالوان متناسقه, الميوزك اختيار موفق. ما اقدر اقول لك شيء سيء انا يعني. بعض الاحيان سمبلسيتي تكون مهمه للالعاب دي. بس لو تحاول تعمل لك لعبه طويله هنا يمبالك تفكر في امور مختلفه عشان الواحد ما يمل من الجيم بلاي نفسه. الاشواك لازم توصل لاخر راح تظهر. ان شاء الله المره الثانيه اذا بغيت اقدر احاول اجرب اللعبه مره ثانيه لان قدامي 35 لعبه فبحاول اني يعني اسرع شوي. بجرب الالعاب بالترتيب فاعطوني فرصه. اذا نزلتهم كلهم وقاعد اجربهم بالترتيب واحده واحده. فثالث لعبه للاسف هذه اللعبه ما هي مرفوعه حتى ما لها اسم, اسمها تيست تيست بروجكت. فما يمدينا نجربها. لايف جيرني بليز جرب لعبة دير ويل بي اند. ان شاء الله لما يجي دوره بجرب كل الالعاب. انا من قبل عملت لسعودي جي بي الجيم جام حقهم وجربنا الالعاب واحدة واحدة. فلايف جيرني نشوف الموقع حقها. This game only moves forward, you cannot go back and you will face some puzzles. Okay. WD mouse click. Let's start. خليني نشغل التايمر. Ending is the new beginning. Okay. هذا محاولة لإجبار الثيم. يسمونها. الشخصية أنا شفتها من قبل. Are you sure إن الشخصية دي is مو كل ما قريت أنا بالضبط ال إذا كان هذا مستخدم asset ولا لا. New Unity Project. Okay. ف W D في التاني بتحركوا قدام. اوكي take your time. اوكي لعبة ماتشنج يسمونها. هذا اللي تبعده داوزم اللي هو يين ان يانغ. في خيارات another matching game. ليش مكتوب take your time? The matching game. Okay. يعني لعبة حفظ داخل لعبة حفظ يعني. مشكلتي شاطر في الحفظ. What's going on? اوكي تقول لي لعبة السلايم ترفع الضغط. هذي اللي بترفع ضغطي لما كل شيء يكون زي كده. What the hell was that? Okay, I will take my time. Let's see. قلب مظلة عندي ثلاثة تمس. يانين يانغ مظلة. خلينا كف فوق.
يعني يانغ مظلل. اي لا تقول لي المفروض احفظ كل شيء يعني يوم ما اخطا وانا ما اود. I love this game. God. اعتقد مظلة صح. لا تقول لي يمبالي احفظهم يعني يمبالي اكتبهم ولا ترى. اوه باي نوب هاني مو نفس اللغز الاول. I can't have the worst majesty. What the hell is this? I don't like you. I don't like you. I don't get you. I don't understand you. I don't want to write you down. أني نجرب. المفروض أول شيء قلب. مظلة. يعني مظلة الثانية. شغل القلب الثاني تحت. لا. قلب قلب مظلة مظلة. انا ابي اخسر اصلا. لا عشوائي كل مرة. I have no idea. Not a lot of attempts and you fall down and confusing as hell. في مؤثرات جانبية في كل خلفية ولكن I don't get it. يعني في محاولة عمل ثيم ولكن نفس اللغز. I don't get it. ما مستعد اني احاول احلها كل مرة. فا at least في غموض في اللعبة. البكسلز كويس. ما اقدر اقول اكثر من كده. واو this is weird. This is really weird. ذكرني بالعاب القديمة على الفيجوال بيسك ولكن ما فيها رسومات اصلا. يعني على الاقل فيها رسومات فالحمد لله. So this is life journey. ترى ما قرينا اسم لسؤال اللعبة. Sorry about that. ترى المفروض يعني اللي عملها يمكن مفهوم غطي اسمه في الحالة دي. حازم أبو ضيء. What's the split? Unity ولا HTML5? I have no clue. أعتقد HTML5. Good luck with making games. خلينا نشوف اللعبة بعدها. The beginning of the end. ما كان هذا واحد. There will be the end. لا مو نفسه. Okay. Complete challenging levels to unlock awesome abilities to finish the game by going back to the beginning. Okay. Finish the game and break the loop or you cannot do that. من أمل إبراهيم رشوان أو رضوان. لا رشوان. Okay, the beginning of the end. Let's see. So let's give it a try. Okay, أخيرا اللعبة main menu. Thank you Lord. فهذا الشيء مثير للاهتمام والعاب واجد جربته من اندي ومن game jams. ما في حبة exit. This is a very good thing. هذا شيء مرة ممتاز ان تعطي اللاعب قدرة ان يطفي اللعبة بدون ما يخرب الدنيا. بدون ما يقص control alt delete او alt f4. But thank you ابراهيم.
Thank you, you've done really good. أعطيت المستخدم قدرة أن يخفض الميوزك أو الـ SFX أو الـ Sound Effects. So let's give it a try. Another platformer. تحكم كويس. ما في دسارة، دسارة زي لعبة السلايم. Again اختيار موفق للميوزك. اوكي هذا شيء نسى ما يعمله او ما عمله. خليني اخفض الموسيقى لحظه. ان لما عصيت سبيس ما عمل ريتراي هذا الشيء، يعني اللعبه الاولى عملت الشيء هذا ما عمله. امور بسيطه اللي تاثر على الاكسبيرمنت تبع اللعبه. ما اشوف اي دليل وين الاشواك تطلع، which might be a problem. اوه اوكي ثانيا الاختيار الاول ترجع للاعب للمين مينيو. تبي الاختيار الاول هو اكثر اختيار اللاعب بيسويه. هل اللاعب ينبي يعمل يرجع للمين مينيو ولا بيحاول من جديد؟ فالمفروض خليه يحاول من جديد او كنتينيو الاختيار الاول. هذا الشغل لازم تحطه في بالك، اختيار الوصول للشيء. اول شيء تختبره، اول شيء تعطيه الاختيار، هو اول شيء اكثر شيء الناس تبي تسويه. فالمفروض ذول يكون معكوسين. فالأشواك فجأة يظهرون لما تمر عليهم، which is a weird mechanic. أيوه. Okay. أنا ما لعبت وليو سنيل، بس ما يندر إذا اللعبة فيها شوي منها ولا لا. بس معظم الالعاب اللي زي كذا نفس الافكار تقريبا، حوش ولا ليزر ولا شوكه ولا I have no idea. لافا اوكي what just happened. Did I win? اوكي غير ميكانيكية اللعبة مرة بالكامل، which is very interesting. اقدر انط في الهواء. يعني نقطة حفظ يا عمل لودينج. اوكي اعتقد التعليمات اللي ظاهرين في الشاشة ايش اقدر اسوي، فيمديني انط هنا. إذا هذا يقول لي ده في الصورة تقعد تعس يمين أو يسار سبيس، ما ليش بخلنا مايلة. المفروض التعليمات تكون أوضح ما يمكن يعني. فيمكن يمكن أنا من رأيي أشوف إنه ما تميلها. أوه عندي دبل جمب فجأة كده سبحان الله. عين وش ولا؟ أوكي. أطلع اللاعب فرصة إني يختبر الأمور. اوكي الكاميرا فجأة كذا تقلب not nice really not nice. ان فجأة الكاميرا تقلب يمين يسار زي كذا really not nice. هذا سامي يقول لي shift لداش، يمكن التعليمات دي انا ما قريتها بالغلط. We can try it. You lied to me اسامة، you lied to me. لذا ما كان في space dash او جمب داش. الميوزك از نايس، خلفيه متعوب عليها يعني ريلي نايس. يمكن داش لازم يكون على الارض. We can try that. ما ادري اذا قال لي في داش بالشفت في داخل الجيم ولا لا. ترى انا ما شيكت اذا في شات في الشاشه عندي ولا لا. من زمان ما عملت ستريم في ناس اصلا. اوه بوي اوه بوي اوه بوي اوه بوي اعتقد الشات مو موجود. اقدر اضيف الشات في مكان ما.
game capture browse text window capture video capture scene لحول ما في شات. اي give me a second give me a second هذا الشات وش يعتبر browser اعتقد browser يعتبر yeah browser جميل الشات هذا الشات طبعا فوق صغر شوي اوكي يمكن يعني لان خليني اجرب لما اكون على الارض هو قال دي تفتح الكنترول شوف لك موجود في الزاوية فوق موجود الكنترول ف الداش بعد ما يفتح لو عص الشيفت باين عص ومو مكتوب ان عندي دبل جامب بعد بس ما قال ليش عندي دبل جامب فاحتمال ده الشيء هو ضايفنه بس ما عمل له اكتيفيت يعني وشي متوقع يعني ترى عندي اكثر من جامب مش دبل جامب عندي ما له نهايه من الجامبس بسبب ما اوكي نو بروبلم دي كان نظريه خرقاء اي والله حتى الحين عندي اكثر من جامب عسى يستعبط انا ما عندي مانع اني اعيد الجيم الف مليون مرة زي كده بس المشكلة عندي 35 لعبة يبالي اجربها انا ابي اعطي الالعاب وقتها وبدي اعطيها تقييم يعني وش اللي كان في راسي للأسف اخر لعبتين ما اعطيت اي نوع من النصائح لاني ما عرفت ايش اقول يعني الامور بيسك زيادة لدرجة اني ما I have no idea what to say لآخر لعبتين لعبتهم هذه اللعبة حاولت شوي أكثر يعني فيها ميكانيك أكثر فيها ألوان أكثر definitely فيها الغاز الأنواع فيها أكثر فيمدينا أتكلم فيها أكثر يعني في ناس ما ترغب في ال oh boy This is a little bit too hard for me. A little bit. في ناس ما تحب الألعاب اللي تكون طويل فيها الريستارت. أنا ما عندي مانع زي ما قلت. بس بفضح روحي هنا. لأن مهما حاول الحين ما بفوز. أعرف نفسي. فخلينا نحاول. Oh boy. فأتوقع كثير منكم لو يلعب يمكن من ثاني مرة يبدأ يفوز بس أنا 3 مليون مرة للأسف الشديد فأنا بدي أشوف زيادة بس بعد هالموتة دي I'm going to stop and go next I'm sorry about that إذا اللي عمل اللعبة بدي إني يشوفني أحاول أكثر معها أنا ما عندي مانع يا الله this is really stupid ما ادري اي قد من البركان اقدر انزل فيه يعني لو المس اخر طرف من التوب البركان الباموت ولا لا ما عندي خلفية احس الصعوبة فجأة نقطة 7 مليون في القسم ده اني استني ثاني طلقة يمكن السبب ان النقطة خليني انزع الارض اتأكد خليني اتأكد احتمال النقطة مو على حسب اي قد تتعلق على سبيس احتمال اذا هذا السبب فهي العاب السكيلز تحتاج لما اي قد طول تعلق على سبيس قد طول النقطة خليني نجرب لا والله على حسب اي ليش انا ما اعرف اجيبها لاني دلخ بتقدر تشوف اللعبة بعد هاي لاني لازم اني شغل I will what the hell is this على كل حال اعطيني محاولة مرة واحدة زيادة
الفيديو ده برفعه على اليوتيوب ان شاء الله، فاذا تبي تشاهده بكره بيكون موجود ان شاء الله، بحط توقيت لكل لعبه متى بتبدا. انا قلت اي لعبه بتعجبني بعطيها اكثر من غيرها يعني. فهذه اللعبه so far I'm really suck at it, I'm sorry about that. فخلينا نجرب ليفل بعده ولا اللعبه really fun, really fun. للاسف انا دلخ ما اعرف الالعاب دي. ف let's continue. فابراهيم شاورما I'm sorry ما اعرف كيف انطق اسمك. رشوان رشوان كانها رضوان بس هل هي رضوان يمكن؟ فابراهيم really good job, continue the good work, وان شاء الله تكون يعني اذا عندك تكمل اللعبة وتبالي تشوفها من جديد I can give it another try. ف this is خليني نشوف كم لعبة وصلنا. عندنا 35 لعبة يعني اذا بضل كل لعبة زي كذا بضل 30 ساعة. فهذه رابع لعبة او ثالث لعبة جربناها. ثاني لعبة للأسف مش موجودة, كريسبي كريمنال كيس. هذه اللعبة اللي بعدها عندي الخامسة ولا الرابعة I don't know. الرابعة مفروض لان هذه للأسف ما قدر يرفعها. كانت وفاة oh boy this is not a good start, not a fun start. كانت وفاة كريم بداية قضية حيث كان مقلي في مطبخ مطعم معروف. أنت المحقق سيكون عمل لعبة أجنبي مترجمها بالجوجل ترانسليت احتمال I have no idea. ف يجب أن تسجل الجميع تعرف أن أنهى حياة كريم. كريم's death was the beginning of a case where he was deep fried in a kitchen. لعبة رعب الغفلة. Of a well-known restaurant, you are the detective. You should question everyone and know who ended Kareem's life. But the description in English is often the description in Arabic. What's going on? فاللعبة من Ron Q. Crisp Criminal Case. I don't want to test this guy. I want to test this game. Let's test this game. فا اوكي هذه اللعبة اول لعبة اشوفها حاليا تحاول تطبق الثيم. Sitting, I do nothing, me too. What a lazy developer. I didn't say that. At least عنده حس للدعابة. فخلينا نخفض الصوت بالسماعة. Oh, mashallah, really? Oh, dude, this is not a fun concept. ليش هذا مرة شكله برا الدائرة الاجتماعية؟ ليش التحكم صاير 10% من الشاشة؟ What happened here? Okay. الماوس ما عمل له لوك ما اخفاه, وسرعته مو سرعة الماوس في اقدر استجوب القطوة اعتقد. او بوي تحكم يا لعبنا العاب تحكم واجد اسوأ, ولكن تكرار جريمة شنيعة لازم نعرف مين عمل بالضحية بطاطا مقلية. او دود دارك كوميدي نوت اي والله احكي لي اكثر عن جريمة اسمك ايش نعمل جريمة يا دارك كوميدي. اللعبة واضع عليها طابع كوميدي, انا ما احب الدارك كوميدي ولكن شيء ممتاز اني اشوف يعني في الفيديو جيمز مو بالسهل تعمل شيء زي كذا. فاحكي لي اكثر عن جريمة سكران في حد مخرب فيديو السيكوريتي. اوكي كريم انا مت بليز ساعدني الله يرحمك. ايش شلون البرتقالي اوه جاد ذيس از ريديكولس امين اوكي اقدر اسجل بالقطوة. قطة شوارع محترمة مش اي قطوة ترى. نياو مو فيلمات مرة فيلمات اقول باقي حيوان عزو شو نوعك؟ وين كنت وقت الجري؟
هاي هو الخيار الأفضل. نعطيه نكتة ولا أسأل عن الفصيلة الحاجة ولا وين كنت وقت الجريمة؟ لا أخذ الموضوع جد. كنت عم باكل تونة. أوكي. شحاد شو بدك؟ ولا شيء عم بتمشي. بدي أعرف ليش سماك شحاد. معلومات عن الجريمة. القطة واحدة من المتهمين. أوكي. الكذاب. أوكي. شيء جميل جدا إن المصمم خلى اللاعب يختار اختيار واحد. سو هذه يعطيها قيمة ريبلاي إني مديك تسأل الأسئلة وتغير الأسئلة عشان تحاول تعرف القضية. المشكلة الوحيدة في الجيم الماوس الحقها اللف مش نفس اللف تبع الكاميرا. I don't know هي مشكلة بالريزولوشن، يمكن لأن زبطت على ريزولوشن الشاشة الحقة. لا تمزح مع السكيورتي. Our chef wears a face mask. Well, what a loser. Okay. كمندر مين قال للزلمة والله مشكل الله يعين. ليش القطة متهمة معلم؟ لو اسمك كمندر كان اوك اني يقولوه ممكن اعرف اكثر عن جريمة. السيكوريتي في واحد منهم كثير بينام بسبب صارت جريمة. جميل خلصوا ضلوا تسألوا كنت نايم. اي احد بيحكي غير هيك مو المجرم. وين كنت وقت المجرم؟ نايم ما بتتذكر وين. اوكي يبقى شغال ولا صورة بس؟ وين الشخصية اللي في التلفزيون؟ في واحد وعليه علامة ده. لو وقف هنا لا الكاميرا مش شغالة الصورة. انا اتذكر to be honest الا الكاميرا. اوه that's really interesting. عادي ولا مو بس ميت وطيق شنيعة مقلي وقعد تكلمه. سأل لي شلونك بريطاني يعني اللعبة لها طابع كوميدي وهذا الشيء نادر. يعني شفت محاولات مؤخرا أكثر من قبل 10 سنين يا بس ما زال الشيء نادر. يعني جعفر كان اسمه كريم بس كان كثير بخيل. كان بده أدفع الحساب منيح يلا مات. إيه بعدك كان صاحبك. إيه والله ما حب ينقتل بنص سبب. شو صار بعد ما أكلته؟ دخل جو عند السكيورتي. Weird game. يوميات ابن دقوس. القطة يلي عنا كثير حبابة مستحيل تأذي العصفور. لازم أنزم أبو حطب وصيق قوي مثله. بحب النقانق بدون تجرب أقليها. السيكوريتي الغبي جميل ضربني هناي وحاول ياكل أنفي. بدي أستقيل وارتاح. ليش ما يرتب تكرهني؟ والله أنا حباب. أنا هصف الماتيريال. اليوم جاء عندنا زبون زبالة طلب كل شيء إلا بطاطا مقلية. ما عنده دوق بالأكل. إن شاء الله حد يقليه. أو شيت انقلد. انقلد يا زيتني ما دعيت عليه. أوه بوي. أوه بوي. What the hell. أبو الحطب جميل فجعان وغبي كيف انقتل شخص وهو بسابع نومه. جميل فجعان وغبي كيف انقتل شخص وهو بسابع نومه. قاعد يتكلم عن السكيورتي. ليه مسمي ابنك حطب يا أخي؟ يا أول مرة بيصير شيء هيك. وين كنت وقت الجريمة؟ لا مرة مشى جميل وهو نايم وكان راح يقلي القطة من الجوع. مريمة نعس بك في تحقيق. خلاص خذوا القطة خلصونك. اشربي مريمية وصحصحي. انت احلى متهم بشوف حياتي. وين كنت وقت الجميل؟ كنت برا عم بخدم الزباين. هاي لزانيا معلم شو صاير هون؟ رحت مت من الجوع دخلوني لك الاطيب لما تكوني جوعانة.
مين انت؟ جريمة شنيعة. انا زوجة الشيف. اوكي. وهو هاريو ابو الكوسة. مين قال لك؟ مين قال؟ مين قال؟ مين قال كريم؟ جعفر. ما اقدر اغير الخيار. زين كلمت على الثاني بس صار خيارين فوق بعض. اوبس اوبس. شيف ابو دقوس. كربولي زيد القلي. كلهم السكيورتي النايل. وين كنت وقت القلي؟ شو بتقليج بالزيت؟ واحد برسة الشيبس عمان. زيادة دقوس كم الحساب؟ وين كنت وقت القلي؟ كان احب العب تحقيق. سوري اذا طولت هنا. كنت مع السكيورتي العنضلجي عم نتكاسر. كين خلينا نختار اختيار ونشوف. خلينا نختار اختيار ونشوف. I don't know to be honest. مشكلة كان قطبة. هي اللعبة كلها مهزلة بس إذا كان قطبة بتكون مصيبة يعني. مين هو جعفر؟ نسيت الرجل. تذكرت حلاوة الشيف. جميل. احتمال كبير جميل. السكيورتي نفسه بس ما اعتقد. كان الاختيار واضح جدا ان يكون السكيورتي ابو الحطب اللي قاعد يقول جميل ممكن عملها بس ما عندي اي دليل ليش هو يبي يقتله. لا يكون اللي عليه كريم. ممكن اقول كريم انتحر. طبعا ما حد بينتحر بالزيت. فيا يا يمدينا العب اللعبة من جديد واحاول اشوف مين القاتل. ريلي انترستنج. انا احب العاب التحري لما تكون جادة. صحيح ان اللعبة دي مهزلة بس ريلي انترستنج تو سي. ريلي انترستنج تو سي. انا اخترت للاسف ان انتحر. صحيح كيف قاعد ينتحر بالزيت يقطوح وكذا بس مشكلة يعني. فان شاء الله بلعب مرة ثانية وبنشوف. ولكن really good. الكاميرا انا عارف ان صمم اللعبة احتمال كبير صممها على الشاشة حقه على الريزولوشن حقه. ولكن تجارب زي كذا تراويك المشاكل وين تطلع. الماوس يا تخفيها وتعمل لها لوك للشاشة. هذا واحد من الحلول حيث ان الماوس يختفي وما يهم وين مكانه. او انك تحاول تغير الفاريبل تبع زياح الكاميرا على حسب زياح الماوس على الريزولوشن تبع اللعبة مش على الريزولوشن الحقيقي للعبة. فهذا حلين تقدر تحل المشكلة للماوس. رسومات ما تحتاج تكون اكثر من كده. لو تكمل عليها وتعمل اكثر من مرحلة مهزلية بنفس الطريقة والله اللعبة تكون 100%. ومن افضل الاشياء في اللعبة ان عملت تفهيم بنجاح نهاية كريم او المقلي المسكين كانت بداية اللعبة. Very beautiful, very beautiful. I love it, I love it. دروني ما جربنا القطوة. عصيت exit على طول طلعت من الجيم. يمكن لو تعمل exit تطلع المين منيو تعمل restart تعطي خيار اليوزر ان يعمل restart او ان يطلع المين منيو بيكون شيء جميل. يعني هذه اللعبة اشوف فيها امل كبير ان تستمر actually. فابراهيم اعتقد اللي عملها اسم ابراهيم. لا والله ران. ران كيو. Very good job. I love it. فاللعبة اللي بعدها Lost Robot Adventure Game يحيى Games اللي عملها. ف Lost Robot خلينا نشوف. ما ادري اذا هذه الصفحة تبع الجيم ولا لا. This submission is to view submission page. ما له بيج. هذا البيج الحق الجيم للاسف فما يمدينا نعرض البيج. يدرك اللاعب في النهايه ان الهدف كان في نقطه البدايه. الهدف في النهايه هي البدايه. We will be the judge of that. نكون احنا اللي نحكم على الموضوع. فمنجرب Lost Robot by اقدر انسى اسمه. واو اللي مين خلينا نقرا اسمه. يحيى جيمز. يحيى جيمز. مين منيو جود. اقدر اطلع من المين منيو برا الجيم؟ نوب نوت جود.
اعمل حبة اكزيت يا جماعة، اعملوا حبة اكزيت، this is really important. حكوا شوي غريب، ما فيها دبليو اس بس هي جلف، ما يمديك تمشي اصلا. لما تقص فوق يمديك تتحرك. ما حبك في لعبة الاهلي التائه؟ لقد ارسلتك شركة اين المسمار لتجمع بيانات عن هذا المكان وتعود، لكن حدث شيء غير متوقع. لقد اوقعت مستشعر الموقع خاصتك بسبب عدم تثبيته بالمسامير الكافية، لذا انت تائه. روبوت مسمار، متى يلبقون روبوتات المسامير؟ anyway. الحمد لله انك تستطيع القراءة، لا تقلق ابدا، سأساعدك من خلال هذه المركبات الصغيرة لتحفر على القطع المفقودة. اسك الطريق النقطة نقطة 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 لتحفر على القطعة. اوكي اوكي دبليو تينجز، هذا الموضوع علقت عليه مليون الف مليون مرة. اذا تلعب العاب بلاتفورم بازل اكشن، عادة النط بالزر، يعني بسبيس او بالزر فوق عشان نطلع العاب الفايتنج. بس ولكن ممكن التحكم ظابط لان هذا الطيران مش نقز عادي، بس احس ان بالسبيس مرة اسهل. ما عرفت يعني اول ما عملت يدي حطيت على الكيبورد جربت اعمل سبيس، بس سبيس doesn't do anything. Other than that التحكم جيد، يعني فيه تسارع وهذا الشيء يعطيك احتياج المهارة للاعب، واحدة من أركانه أو عمدة الألعاب يعني تقدر تقول تخطيط الذاكرة والمهارة يعني عشان تلعب اللعبة. بعض الألعاب تحتاج إمبروفايز، بعض الألعاب تحتاج مهارة، بعض الألعاب تحتاج ذاكرة. لما تخلطهم ثلاثتهم يصير الجيم بلاي للعبة. فإذا التحكم حقك زبالة بتمسح عمود الاعتماد على المهارة. إذا كنت تقرأ هذه الرسالة يبدو أنك قد ضللت الطريق، أخبرتك أن تذهب إلى الطريق الملحوظة عند لمسك الأرض يتم حفظ موقعك لتبدأ من عندما تموت. Okay, that's a weird mechanic and unique. I love it. يعني يقول لك ترى لا تضل معلق طول الوقت، أسهل من اللعبة اللي لعبتها ثاني واحدة أو ثالث واحدة. اللي تلعب بالمستطيل الأزرق أجين، سهولة اللعبة صعوبة اللعبة مو معناها أن اللعبة جيدة أو سيئة، بالعكس بعض الألعاب الصلخ هي تكون ممتازة، لأن عادة اللعبة سهلة بزيادة وتخلصها بسرعة. يعني ما بيكون عندك دافع قوي انك ترجع الا اذا كان في تحديات زيادة الصعوبة الى ما ذلك. افضل انزل عشان احفظ. زين اني نزلت. اطلع انه ما في ميوزك في الجيم، which احيانا اختيار الميوزك في الوقت المناسب يكون ممتاز. يعني مثلا الحين لعبة سهلة وجه جاء موقف صعب اني باك تسرع ضد الوقت وتشتغل ميوزك يكون خيار موفق. فالميوزك دائما صاخب مش افضل خيار لتصميم اللعبة. انتبهت انه حاط ايده على الماوس بس اللعبة ما تحتاج ماوس. يمكن لو تعطي بنالتي انك لما تنزل على الارض يصير لك بنالتي، مثلا لو اوصل لهذه بدون ما انزع على الارض هالمره يعطيني كاونتر كم مره نزلت على الارض كنوع من التحدي. لا اعتقد انك بهذا الغباء لتصل اليها. اذا كنت تقرا الرساله فتشوف رؤيه معلمك، ما الذي تفهم من جمله اسلك الطريق؟ بالمناسبه ستحتاج ان تضغط على الزر الايسر من الفار. اوكي، وات ايفر دود،
اوكي انا من قبل شوي اقول اللعبه ما فيها ماوس. اي لايد. شيء مثير للاهتمام ان تسمي اللاعبين حقك انهم اغبياء، ولكن اعتقد ما فيها لكن في الموضوع. ها ايه اوكي اوكي نوب تعرف ان نسيت نسيت ما شغل العداد، يوم انتبهت ان العداد مو شغال. وات ذا هيل. اوكي اني اساين وقفت انا في مكان، انا موقف الغلط. لو في النهاية يقول لي كم مرة وقفت على الارض I will give him 100% لان عمل شيء غير متوقع. اوكي الحين في هنا تحدي لان ما في اراضي واجهة عشان اعمل top points. No problem. يمكن غلط هنا اصلا جاي انا بخلص شغل بنام، بس فجأة يعني طلع خبر ان زنقة 11 وصلت للعاب. وعندي خيارين، يا قيم يا انسى الموضوع. ما قيم قيم انا بس اجربهم اعرضهم واعطي وش. اوكي بدت تصعب شوي. جود جود لان بديت امل كنت لان كان الصعوبة مرة تحت. الرسالة الثانية أمل ذلك. لحظة يا إلهي، إن القطعة ليست هنا مهنا، هل بحث جيدة في نقطة البداية؟ I don't know if this is a troll or what. No problem. No problem. That was close. ايه يور ساوند لوتش. أحسنت زين، لقد استطعت الرجوع إلى الشركة المصنعة، يجب أن تكون معلومات اللي جمعتها مهمة. تحكم أوكي، البازل ديزاين أوكي، الصعوبة ترتفع شوي شوي أوكي. خدعك في البداية إن ترى في ليت، إذا ما شغلت ليت ما تدري الطريق فوق. فإن جربت تروح يمين ويسار لأن المتوقع تروح يمين ويسار، وإنها طلع الحل فوق. أوكي، وبعدين ترجع البداية إجبار للثيم أجين، أوكي. فاللعبة اوكي بس على الاقل I had fun playing it على الاقل يعني. يمكن ما تمسك نفسك، ما تقول على اللاعبين هم اخبياء. That's all the only point يعني اللي اقدر اقوله. انا ما عندي مانع، بس في ناس واجد ما تعجبهم من ينقال عنهم اغبياء لما يلعبوا لعبتك يعني. ولكن لان تخاطب بينا، تخاطب الروبوت اللي تخاطب اللاعب. ما يبي ان النقطه الوحيده، بس هو انت كويسه كانت الالوان متناسقه يعني. It was good. للاسف انا شوي عدواني شوي دايخ وما فكرت مواضيع قاعد اجرب لعبه على طول. صعب جدا جدا اعطي ملاحظات مهمه، ولكن اذا حصلت ملاحظات مهمه في المستقبل ان شاء الله بذكرها. But the next game, the end is the beginning again. Okay. لعبة فريدة من نوعها تتكلم عن لص يحاول الخروج من الجحيم بعد أن فقد جسده وجاد جسده. صممت من قبل جورج يازجي في مشاركة زنجا. جورج.
Alright, George. Let's see. وين الموقع؟ زنكا اسم اللعبة. هذه لعبة جورج. إن شاء الله عداد. Actually لعبة زنقة اللي دخلت فيها في زنقة السابعة والثامنة. حاصرني الحراس عندما كنت على وشك سرقة المختبر. حاولت الهروب واضطررت للقفز في المادة الكيميائية التي أفقدتني جسدي. مهمتي الآن أن أستعيد جسدي وأعود من الجحيم إلى الحياة. اوكي المصمم عنده جرأة كبيرة اللي يسجل صوته خصيصا ما دون السن العشرين. بيج بلس كثير يخجل من الشيء ده ويعمل فويس تكست تو فويس ويستخدم ابس المواضيع دي او يستخدم حتى تبع الويندوز. ولكن حاول مرة ثانية لما تقرأ القصة بالفويس تكتبها ككابشن بعد تكتبها في التكست هنا في القصة. شوف عندك مساحة كبيرة في المنيو فلو كتبت النص القصة بيكون بيرفكت يعني. بس اي this is really good. What just happened? You lost. على الأقل مو you are the loser or you are loser زي بعض الألعاب. Okay. Oh boy. في تسارع وقريب شوي. عجبني كلمة ران الموجودة على جنب كده. مو موجودة في مكان واضح موجودة في الفص الأرضية. اوكي او بوي جورج جورج تحكم جورج جيسوس جورج. اوكي اوكي جورج let's try it out. The music. على الأقل the music خلينا ضحك. Again لما تضغط space أو enter أو R ما يعمل ريسات لازم تحرك الماوس وتروح للزر. لفظة تخلي الشغلة أسهل للاعب إنه يضغط space ويعمل ريسات. التحكم لما تضغط الزر ينط بحاله على حسب تسارعك. ما يمديك تغير يمين ويسار. بس اعتقد اللعبة مصممة تكون كده يعني خلينا نشوف. اوه جورج جورج what the hell is this what the hell is this جورج جورج أوه لا 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 ما تقتلني. اللي يخلي الموضوع انت بيموت اللي يخلي الموضوع مثير للضحك الموسيقى راكبة على التحكم نفسي يعني. اوه بوي What the hell is this, George? Come on. Okay. Yeah! Oh! No problem. No problem. لا 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 شفت الموضوع كيف ان لما تنط نطة غلط وشايفنا من بعد 1000 ميل انا بتجيب العيد هذه اللعبة كده. لا 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 اوكي يبقى النط نطة طويلة. وات
أعتقد أن اللوحة طيحت الحفرة. لا اوكي، ابي اوصل للجثة من جديد. وصلت لها مرة واحدة. hate you George I hate you. اوه نطيت واجد متأخر، نطيت واجد بدري. النت وصل لسه جاي. مين اللي لسه جاي؟ النت حقك بيموت. اوكي سوري، قاعد العب لعبة جورج. في البداية كنت العب افضل من الحين، لان الحين قاعد احاول اخطط. ما جايب العيد مليون. اوه كمان، هذه اول لعبة لعبتها في حياتي. النطة ما يمديك تغير تروح يمين ويسار، بس مصمم للشي ده. والميوزك راكبة مليون، فهذا الشيء اشهد عليه. اتمنيت لو اوصل للجثة واشوف وش يصير، لانه اتكلم بعدين وشكله فيه يمديك ينبالي ارجع وحاجة. بس للاسف بوقف هنا، لان في عندنا 35 لعبة، ما يمدينا اطول اكثر من كذا الالعاب دي. ولكن اللعبة I had fun، الميوزك كان مرة مضحك، اللعبة سيمبل. ممكن الافضل تضل في سمبل، لان الناحيه حقها كوميديه. الميوزك عقب، التحكم غريب مش شغال. الستات انا جربت العبها، بس انا جربت العبها بس الستات مش شغال. خليني اشوف. انا عندي لو اشغلها يمكن لازم تستني تسمع الكلام. لا شغال عندي انا، الله اعلم. انت ما ادري اللعبة اذا لها اصدارين ولا لا، لان بعض الالعاب لها اصدار ويندو والعاب اصدار ده اندرويد. فخلينا نشوف، اضغط داونلود. لا لا ما في اصدار، الله اعلم. سمعت بس مش شغال، الله اعلم ليه. انا شغالة عندي، من باقي تكلمه هو، الله اعلم ليه ما هي شغالة. anyway theme again انه تعلق بالموت، فالثيم قريب من الثيم تبع الجام، فانا الثيم ده اقبله مقارنه بالالعاب الثانيه. يعني اللعبه فيها طابع كوميدي، ميوزك اكو بعد التحكم الغريب، فا I give it 1 بلس للموضوع ده. next game والله ما بدي استعجل، بدي اخذ وقتي. بس اخر مره اخذت وقتي وجربت عده العاب، ضليت 10 ساعات. انا مستعجل اضل 10 ساعات من جديد، فبحاول اني اسرع شوي لحد الحين. اغلي انا ضليت يمكن ساعتين يعني الشغله. لا والله ضليت ساعه واحده بس، وبعدني ما اخلص يعني 3 4 5 6 7 العاب فقط، ضليت ساعه كامله يعني. So I need to rush a little bit. Again تذكر انها ليس النهايه، بس وش اسم الجيم؟ لا تدع الأشرار ينالون منك، وتذكر أن كلما وقعت على الأرض يرجع عليك أنه الله تكون أقوى. وتذكر أنه عند كل خسارة سيتوفر لديك قدرات خاصة لتكون لك بداية جديدة أقوى في الحالات التالية لتحرز التقدم أعلى. كما عليك الحذر لأن الوقت يداهمك. alright تعك وصف عام للعبة، ما تعك قصة قصة، لما وصف 8 بتات من اللعبة. تغيير وضع الجولة والقنبلة من Evilite Studio. مين هم Evilite Studio؟ مين الاسم ال ال فعندهم ثلاثة، عندهم والله عدة ألعاب الجماعة، بس ما أدري مين اللي عملوا الجيم Evilite. فخلينا نجرب 8 بتات. لعبة براوزر، give it a try.
اوكي الى الكورة. اعتقد اللعبة اللي شفتها من قبل في سعودي جي بي نفس الفكرة، سيف يدور ويتقل طيبة يعني، بس اللهم السيفين. لا يكون في لعبة مشهورة زي كده قبل دول في التانية. وهذا فيها بعد الفكرة اللي اقترحته. ما يقوم بتجميل الأداء، زيادة فترة القدم مقدار ثانيتين. اوكي الجي الكواليتي تبع الجيم. اوه Can I try again? ما حصلنا الزرع بالتراي اجين، عملناه من هنا. Alright. ليش الكاميرا صايره زوم مره زي كذا؟ What the hell is going on؟ ولا هذا يعني جزء من اللعبه يعني؟ وش الهدف لعبة من جديد؟ Oh come on! وقف يا whatever. No idea how to play this game. ما عندي اي خلفيه كيف العب اللعبه، بس خلينا نشوف. انا جربت رهيب والله، بس صعبه اللعبه. اوه زي النجمة يعني؟ كيف قامت؟ I don't know. That was close. وقت ذي حماية يقوم تجميل الأعداء، القدرة على الوقت قنبلة في أي مكان. I don't know what does that even mean. كيف تأديت أنا بعدهم تحرك؟ يعني زي النجمة دي. اوكي ايوه
الزوم زوم هذا البن. كده إذا فقعت داين ما أعتقد في أوبشن. ضغط إسكيب وطلع برا يعني لو في أوبشن أول شيء سويته تطفيت الصوت. وش القنبلة الملعونة اللي قاعد أنا ضغط كل شيء أنا أوكي. ما احب الالعاب اللي تخليني احس اني قبل احدي. ما عرفت الجاق بحاله واسجع قلبين عند الغضب. يعني هذا هو حالة الغضب يعني. الزوم زوم الكاميرا دي اللي بترفع ضغطي. زوم زوم هذا اللي نو بيرتفع نو بينزل نو بيرتفع نو بينزل دون اي سبب. يمكن لو تحرك اكثر يسجلون عليه بس ريلي هذا الشيء قاعد احاول اختبر وبس يعني لو بيسجلون او ما يسجلون. I don't get it. I don't get it. النجمة راح تشتغل like again نسيت ما شغل العداد sorry about that. بس انا بوقف الجيم بعد شوي لان شوف انا قاعد اسرع الحين اسرع ما عندي وما قاعد الكاميرا راح تنخفض قرب توسع قرب تبتعد قرب راح حتى كذا كذا like زي الريذم يعني ف I don't know. يمكن هذا زي ما تقول مقياس تغير الصعوبة بس I don't like it. في أمور واجد I don't يعني في أمور واجد تعجبني في أمور واجد ما تعجبني. واحدة من الأمور اللي عجبتني الكلام مش واضح 100% يعني ماريو استخدمت رمزية لما يعني ياخذ ايتم الايتم نجمة وتقعد تولع ومن صرنا يعني كنا نسمي كل شيء نجمة حتى الأمريكان كانوا يسموه أي شيء يعني invisibility invulnerability أو star power. هنا لما تقول وضع الغضب ما نشوف وش هذا وضع الغضب. ثانيا نرجع لموضوع نجمة ماريو لما تلعب ماريو فترة نجمة محدودة وال ما أتذكر الفلاشز تزيد قبل ما تخلص ولا لا بس الموسيقى نفس الفترة بالضبط وتلعب نفسها بالضبط وتعرف أنت تخلص. ايه العداد يتغير على حسب الابجريد حقك وما عندك اي فيجوال افكت ان تقولك مدى تنتهي النجمة يعني ما انا بدي طالع في اللون اللون ما يتغير. لا يكون ده العداد العداد انا ما فهمت كل ما اقتل ناس يطلع بس ما فهمت كيف ما هذا هو. اي والله اوكي اوكي والله ما انتبهت له يعني يعني كل ما اقتل ناس اوكي اوكي الحين بديت افهم الموضوع اكثر بس مره ما كنت يعني منتبه يعني فممكن ممكن ممكن لو توضع رمز تحت البارد يرمز للايتم حقك وجه غضبان او كلمه غضب نعرف ان المقياس ايش لان انا انتبهت في البدايه ان لما اقتل ناس يزيد العداد بس ما كنت ادري وش العداد ليش. فعلى الأقل الحين أعرف بس you need to tell the user what the hell is this. زيانة فترة الغضب مقدار ثانيتين فأنا ما متأكد وش الغضب أصلا هل هي نجمة ولا لا لأن لما تأدى
على طول بسرعه تقدم جليل. انا بدي ازيد الفولنبلتي تايم او الانفولنبلتي تايم، الوقت اللي انا ما اقدر اتجدد فيه يعني. I don't get it. والابجريد ما هم ما تقدر تاخذ. في العاب واجد في التسعينات تلعب بكور، ولأكون صريح انا ما من نوع اللي احب الالعاب دي، بس في ناس تحب الالعاب دي. مع ان انا كنت احب فكرة البينبول، كنت احاول اسوي بينبول على قطع خشب في ايام صغري، بس للاسف شيرين ما مستمتع بالحركة دي، مع ان الحركة حسنا ما فيها خلل. لو لعبة ثانية يمكن اكبر في اللعبة دي الزوم، الزوم قاعد ينزل ويرفع يزني ويرفع في ناس تدوخ بالامور دي. انا بالنسبة لي ما يعجبني، لان ما احس ان في تحكم بالموضوع ده. يا بالنجمة شكلها الغضب لو قلنا دهدت، بس اصلا الابجريد اصلا الحين ما يمديني اخذ اي شيء، في امور واجب فانا قاعد احاول افهم بالضبط وش تفكير المصمم يعني. والوقت قاعد يزيد وينقص يزيد وينقص. I have no idea. احتمال لما اقتل اعداء يزيد الوقت في سيرفايفل. اللعبة اللي لعبتها في الجيم جام السابق يمديك تعكس حركة السيف، فكان فيها تحكم اكثر يعني. اللهم دي فيها تسارع، ديك اللعبة استمتعت فيها اكثر، بس ما كنت اعرف ليه لاني مرة دي فيها. فهذي السين اذا تعرف تلعبها ما ممكن تخسر، لان هذي الحين ثاني محاولة لي ما ادري ايش قاعد اسوي اصلا. والعقوبة للموت مش كبيرة، بس بسهولة تخسر بسبة الزوم ده، الزوم مرزف. لا يكون في طريقة تعمل الزوم. انا لانه خليني اوقف كده الكاميرا. الزوم قاعد يتغير الا لا تشوف انك قاعد يكرر. الساعة تزودك وقت. I don't know. اللعبة فيها افكار جديدة، اللعبة فيها يعني محاولة مو لتطبيق فيم، وانما محاولة عمل جيم. بس للأسف ما اشوف اي طريقة بتطبيق الفيم، تطبيق الفيم صفر على الشمال يعني. وين البداية وين النهاية؟ مدة كل نهاية تصبح لديك بداية أقوى. I don't see that. أنا شفت العاب الحين أغادي، شفت إن هاي ثاني لعبة بالأسلوب ده، وبديت أشك إن اللي فيها العاب واجد بالأسلوب ده، لأن شكلها ألعاب جوال وأنا ما ألعب ألعاب جوال. ديك الكفرة ألعاب جوال ألعبها، أحب ألعب بناء، لأن كانت ألعاب بناء من أوائل ألعاب الويب سايتس، بس ما عادت موجودة الأيام دي. بكلهم موجودة بي في بي، انا احب البي في بي. anyway. لو الزوم مو موجود كان حبيت اللعبة اني العبها، بس الزوم هذا ضغطي يعني. رأي نوبي يعمل زوم اوت زوم ان على راحته بدون ما تحكم فيه. I don't like that at all. الخيارات ما يمديك تختار من جديد، فما ادري ايش فايدتهم اذا كانوا موجودين طول الوقت. هل هو بق ولا هو التصميم ما جاء ما عمل upgrades list؟ I don't know. It's a fine game but I don't like it. يعني يمكن زي ما قلت الزوم هو أكبر كارثة، هو أكبر شيء اللي رفع ضغطي. لو تعدل الزوم أنا مستعد أجربه من جديد وأشوف رأيي، بس مع الزوم ده it's giving me a headache actually. Now I'm having a headache. يمكن من كثر ما ضغطي ارتفع، بس غير كده يعني it's fine. التحكم مو يعني التحكم حسيت ان قاعد تحكم كورة بجد. لعبت انا العاب قديمة واجد فيها تلعب كورة، والتحكم قريب جدا منها، فهذا الشيء موفق فيه. بس الجيم بلاي رفع ضغطي في البداية يعني، في الامور ما بديت افهمها. فيمكن لو تسوي توضيح بسيط وش الغضب وش النجمة وش يعني الابجريد يكون اوضح بشوي. مثلا هل في ابجريد لما تنضرب تصير عندك حمايه اكثر فتره اطول؟
I didn't get it. I didn't get them. فما هم واضحين للأسف. فهذا يعتمد عليك أنت كمصمم كيف تخليها أوضح للاعب. هو زين في بار في على الشاشة، لو مو موجود بعد كان رحت فيها ملح. ولكن يمكن الخطأ مني أنا يمكن ما قريت الصفحة بعناية. خلينا نقرأ. وضع القنبلة دي ما انتبهت لها، مع اني انا قريت في البناية بس ما عرفت استخدمها اصلا. That's it. باقي 1000 لعبة زيادة، خلينا نجرب لعبة بعدها. اعتذر اذا ما عندي ملاحظات زيادة بس حاسس اللعبة دي لو فيها تعديلات يمين يسار يمين يسار تصير كويسة. بس so far I can enjoy it like this. The next game Harmony من مين؟ من هامر ديف مستر ديف ها مستر ديف ها مستر ديف ها view the submission for this entry. الصفحة ده هي يعني You are unable to read this project. نهاية اللاعب الأول بداية الانتقاد من اللاعب الثاني. Perfect. Let's try Harmony. Let's try Harmony. أتمنى أن الكاميرا ما تعمل زوم إن وزوم أوت على راحته. لأن في ذيك اللحظة بطفي الستريم ده and اللاعب مستطيل من جديد. Okay, good. اوكي ما اتحكم بيمين يسار اتحكم دبليو اي اس تزلج على الطابوق الاسود لما تضغط سبيس ما ينط لما تتكل سبيس ينط كمان دي اللعبة أول مرة هذه أول مرة يعمل اللعبة مستر هاو أوكي يوهي أعتقد ضربنا اللعبة أو زين مرحبا أو الحمد لله على سلامة رجوعك Let's continue Press space to jump Fly Big lie And oh boy يفيقني ده الحين لو ايش تكتفى؟ No problem. Say hi to your blue friend. You can switch players using zero. Lie, another lie. يمكن ان الكيبورد حقي عربي او انجليزي او something. Are you lying to me, Mr. Hop? شكله صبري بنايم فادي لي الحين قاعد مع المتى Layer 1 is والخط اختفى اعتقد اللعبة مي مكتملة اتوقع اللعبة غير مكتملة اعتقد اللعبة غير مكتملة النط ما جاء بصح التحكم والتوتوريال محفوظ and اعتقد اللعبة جاية متصل Let's try again المرة بعد قدم على طول الأرضية اختفت Player 1 is dead I'm dead Not player 1 is dead Not player 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 dead I'm dead
اعتذر هارموني بس لعبتك is not harmony, it's harmony with unfinished يعني. بس هذه فائدة الزنقة, انا اول زنقة دخلت اللعبة حقي ما كانت مكتمل بعد, ف انا متوقع يعني بالتوفيق بالتوفيق يعني. هالمحاولة تراويك وين المشاكل اللي ممكن تواجهها في الجيم, في الجيم ديزاين. لما تعمل جيم ديزاين مو شيء سهل ابدا. فللأسف الدعايات للأيام دي إن أوه الجيم ديزاين الجميع يقدر يعمل جيم ديزاين, تعالوا ادفع فلوس بتعمل جيم ديزاين وتصير أفضل جيم ديزاين وتطلع ماينكرافت وتصير زكربيرد نمبر 7 والجميع بيكونوا أغنياء والجميع بيكونوا مشهورين. لا لا عيب, لا الجيم ديزاين أبدا مو سهل. وهذا الشيء جميل في الجيم زنقة إن دي تعطيك طموح ودافع إنك تدخل وتنافس وتشوف صعوبة الموضوع. أي قد صعوبة إن تخلي التحكم سلس, أي قد صعوبة تخلي خلفية مناسبة, أي قد صعوبة تخلي تعليمات واضحة في الوقت القياسي هذا. وإن كان المحرك يعطيك كل شيء جاهز من البناية استل الشغلة مي سهلة. ف بالتوفيق, هذه فرصة خلتك تجرب, إن شاء الله تعمل شيء أفضل next time, وإن شاء الله تكون لعبتك من الفائزين next time. So keep the good work, keep the good work. غيرك ما قدر يسلم لعبة, غيرك حاول يدخل ما قدر يتعلم, غيرك ما قدر حتى يعني يعمل اي شيء في الثلاث ايام دي. سو اكشلي هذا ما زال انجاز, لا تستصغر الموضوع ده. يا في ناس عاده اللي يفوزون في الالعاب دي مي اول لعبه لهم, بالعكس عاده اللي يعملون الالعاب يفوزون بالجيم جام مو بس مو اول جيم جام لهم. في ناس بس يدخلوا جيم جامز ويعملون العاب جيم جامز. عمل الالعاب جيم جامز غير عمل الألعاب حقيقية. لو تحاول تعمل لعبة حقيقية واجد أصعب بعد. فعادة ينصحون إذا تبي تصمم ألعاب زي الناس مكتملة لا تعلق على الجيم جامز, غلط. يا الجيم جام تعطيك دافع تجرب, خلي إنك دافع إنك تتعلم مبادئ, إنك تخليك دافع إنك تعمل شيء جديد, تأخذ بريك من مشروع كبير. بس إذا تنبأ تعمل لعبة زي الناس وقف عن الجيم جامز وركز على لعبتك. يعني نصيحة مو بس من عندي, نصيحة من خبراء يعني. يا دخول جيم جاز وين فترة فترة شيء مسلي بس ما هو نهاية الطريق. If you wanna do the real thing you need to do the real thing. باقي لعبتين وننهي الجزء هذا. تقريبا أقل من ساعتين. Good. فايدة أخذ بريك لأن من جد تراني بديت أدوخ شوي. نعم ناخذ محاليل الطاقه. ف كارغو بير 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 بس سي after my first game completed breaking before the upload time I decided to speed run making a game MMO. Did you make two games in this game jam? That's a horrible idea. This is a very horrible idea. Man, Rusty Taz. Okay, Rusty Taz. That's your game. Oh, Taz. التحكم يغير الشاشة في نفس الوقت يسوق السيارة. هذه بداية التوفيق. هل ممكن أكبر الصفحة؟ أغلي السيارة يعني. I hate you, Rusty Boy. Alright, Rusty Boy. Let's try again. Okay. Cargo burr. Cargo, oh god. Min construct. I never heard about this. Let's try cargo burr, Mr. Rusty. What's your name? Rusty Taz. على الأقل حاول إني أطبق الثيم لأن لعبة السباقات النهاية هي البداية which is correct. أعتقد اللعبة يمدينا ألعبها من غمض عيوني. لا يمديك تمشي في مكان it's the same يعني. متى هو دور لعبة
there will be end إذا طويل عشان أحضر على اليوتيوب بس أنا مش كثير طويل حاب أكون موجود صراحة. ديف لادي سوري about that. أنا بيني بينك آخر مرة أنا عملت الستريم وما حضر وأختم التركيب. المرة دي قلت خليني أعلن أقول متى للناس وهالمرة الناس حضروا يعني شيء غريب أنا ما أنا معروف فما أدري أنا أصلا وش الترتيب أصلا عملت لها there will be end لأن أكثر من لعبة اسمها there will be end there is a beginning beginning is the end فيمكن أردي أنا عملت لها هذا ريفيو. انزين اللي فهمت من تاز راسي تاز إنه أول لعبة حقهم ما اشتغلت أصلا وقرر يسوي شيء ويسلم على السريع لأن اللعبة حقه ما قدر يسلم and جاب لنا البروتوتايب العظيم أفضل لعبة في العالم. راستي تاز Are you wasting my time? Yes, you're wasting my time and wasting my audience time. Congratulations, you made a game that has no beginning, no end, nor anything except a simple control and a funky music. Thank you very much for your submission. Have a good day, sir. Next game. أنا شاهد من البداية تقريبا. Yeah, no, so wait. No, so wait. أنا رحت للجيم زانجا. وين وداني ده؟ أنا رحت للسمشن تبع الجيم زانجا. وأخذتهم بالترتيب. ترى الترتيب تغير بعد. يا حلو يا حلو يا حلو اخذتهم بالترتيب فانا ما ادري يعني فوش سويت قسمت انا الصفحات 3 صفحات وقلت كل صفحة بتكون فيديو فعملت الصفحة هذه عملت الصفحة هذه بس ولا يهمك تعرف ايش مسوي خلينا ناخذ لعبتكم ونحطها قدام انا من جيت وتعبت نفسك انت وش اسم لعبة قلتني there will be end خلينا ندور عليها The fourth door, خط البداية هو خط النهاية. What comes after? Tetris jump. There will be end. هذه لعبتك. ولا يهمك. نحن حطيناها هنا. نعمل سلف. زين. وهذه ننزلها هنا. وباقي فرح بس خلينا نعمل there will be end. There will be end by D.V. Laddy. D.V. Laddy. فخلينا نروح للصفحة. Warning! You didn't finish the game. You? Me? وش تنبي أنا? You didn't finish the game when the main menu that says there will be start. Continue the game. ممكن تقول note? ما هو warning? بس اوكي there will be end is a puzzle and with the hint of a story game story puzzle game تقدر تختصر الكلمتين دي في ذا السطر ده you have to play and finish puzzle with keeping in mind that the end is the start game was developed by game Zanga Jam اوكي انجليزيتك كمبالة تحسين لان الجيم زانجا جام ما عملت اللعبة دي جيم زانجا فريق ترتيب يعني فأنا دائما أكرر على موضوع الكتابة والإنجليزية ليه لأن جزء من عرض اللعبة لعبتك الناس تقيمها على الكتابة دي إذا الكتابة ما هي مفهومة أو مش مكتوبة بشكل واضح أو يعني سلس أو يعني جرامر صحيح This game was developed for the game Zanga Jam أوكي الخطا مني بس still game was developed عادة الناس يقولوا the game was developed by فذاك أنا قريت by بعد بس yeah this is على فكرة إنجليزيتي ظلت مكسرة لين ما سافرت أمريكا لو ما سافرت أمريكا كان ما تحسنت إنجليزيتي فما ألوم أي أحد بس تحتاج يعني تحط جهد في الإنجليزية بعض الأحيان أنا عارف game زنقة 3 أيام زنقة وموضوع كل شيء بس إذا تبي شيء تعدله تحاول تعدل الديسكريبشن يعني شوي ممكن الديسكريبشن تقراه وتشوفه مقبول for me I can write it better than that I believe so هذا شيء على أول شيء بعدنا ما نبدأ الجيم ترى أنا لما أتكلم عن الجيمز أقول كل رأي بكل صراحة يعني ما أقعد أجامل ففي ناس تزعل بس المفروض تأخذ النقد وتحاول تحسن الأمور يعني إذا ما عجبك الشيء
قول thank you for your time and just keep going. بس إذا واحد انتقد الشيء ما ينتقدني يعني لأن زعلان أو ينبا يعني يكسر في الألعاب أو whatever. في ناس تعمل ده الشيء عشان تكون funny, بس معظم الناس إذا تنتقد لا تبي تنتقد جد يعني. There will be end. Okay, اللعبة مرة dark. مرة dark. لأن أنا مولع ليتات فوق لو طلع حمون ويجي بالكاميرا مضوي لأن مولع الفليت فوقي. ففي الشاشة الحين ما قاعد أشوف إلا الكاس وجهي يعني بالضبط كده. فاحتمال احتمال أطفي الليتات إذا ما شفنا شيء. لأن ما الحين. Press was for arrows to move. أو press was or arrows to move. Main use key is E to interact. Press E. If the screen shakes, you solve the level and you should find the exit. If you miss a dialogue, press E on the character after they finish talking. After they finish talking. Good luck. Have fun. Okay? Okay. غريبة RPG action RPG اعتقد يعني يمديك تمشي ورا التكست kind of weird but okay. Okay I am lost and الكلام طار بسرعة it says end I must be close I am lost I don't want to die here it says end I must be close. حصينا end. ما ليش كلمة end بالكابيتال. أنا أحب ألعب بازل وأحب ألعب ديتكتيف وألعب المنطق. فـ let's see. Let's see. حتى لعبة الخبل اللي عامل اللي مات بـ dark comedy مقلي بطاطس. Was weird. I never seen a game like that. يعني إذا في شيء بتذكر من الجيم جام ده بتذكر ديك اللعبة. شيء مرة مثير للاهتمام. عمري ما شفت لعبة زي كذاك. يمكن لاني ما انزل العاب فلاش والعب العاب اللي طلعت بعد الألفين بلعب الفلاش بكثرة. And what's going on here? عندك دائرة شموع كنا في طقوس. And واحنا بو اعتقد اللعبة قرأت وش بقول. Don't run away. My name is Darkness. Iggy. I know I didn't seem like a friend, but I promise you, I am. I will always help you with the level. Okay, you must be wondering what do I do there, here then. Let's say try breaking some dead people bed. With some, I mean all. Bye, good luck. الإنجليزية مي سيئة ترى. اللهم بعض النقاط يعني مثلا لو تحط مثلا double quotation على الكلمات مثلا لما يقول with some I mean all لو تحط quotation على كلمة some تكون أوضح يعني أمور بسيطة جدا يعني خصوصا اللي يقراها من أول مرة بتكون أوضح له I will always help you with the level فغادي breaking the fourth wall كده Dead people's beds. Okay. يغسل coffin. ليش اكسب coffins? That's creepy. Immoral. Wrong. وش قال كابتن بيكارد ديك الحلقة? This is immoral, wrong, and God, في شيء ثالث. But anyway, why have to do this? This is creepy as hell. I mean, come on. I should get some coffins. I should not start off the game. Okay. I mean. There's. Art. But I only read art. Okay.
الكلام زي كذا ممكن يقتل الناس من الملل، انه ما يمديك تتحكم فيه، ولكن ميبي جزء من ميكانيكة اللعبة، فأتوقع ينبالي أضغط إكزت. آه ما في مين مين، أوكي. What's next? Do. Ah. Ah. Oh, la marahihi. Okay, welcome to level 2. I think you should light the place up. Yuck, light you. Anyway, good luck. Okay. ما أقدر أطير الكلام. I think you should light the place up. Yak like ooh. Alright. Ooh. Where did the army go? I was just with them. I cannot be lost, I have to fight. Darkness hates light, that's all. Where did the army go? يمكن بلا ولع الأنوار اللي تحت. بداك اللعبة مخلينا مظلمة بزيادة. بداك شوي بعمل لأني ما بشوف شيء، ما قاعد أقدر أشوف أي شيء. انتون تشوف الشاشة اوضح من عندي لان غرفتكم مين مضاءة زي غرفتي حاليا. انا ما عندي اضواء للكاميرا خاصة. مولع نوع الضوء الغرفة كلها. مو من السهل انك تعمل الغاز. الالعاب الغاز يعني. يعرفان النوع ما انتبهت له. يعني حاليا لو اكون صريح not interested. I'm not interested in this puzzle. بس بالسمر بشوف ونسيت ما شغل التايمر. بس عمر ما كان عمل الغاز شيء سهل. انا حاولت اعمل الغاز اكثر مرة في حياتي. وكل المحاولات كانت مرة متواضعة. لان عمل المعدز شيء معقد يعني. لا ينباك تحاول تعمل لغز ينحل اما طريقة او اكثر طريقة حسب اللعبة حقك. ينبغى تختبره ما ينبغى يكون سهل بزيادة ما ينبغى يكون صعب بزيادة. فالشغلة مرة متعبة يعني. يا تبني خوارزم زي الناس. ما ادري ليش ما اقدر اعبر في الدرج. هيكون اللعبة مرحلتين فقط يعني. اه لا في درجين اوكي. واعتقد انتقلت بدون ما ادخل الدرج اصلا. بس زي انك دخلت جيم جامو يعني وجربت شيء جديد يعني. التحكم ما في اي شيء سيء لان التحكم محدود جدا. ما في ميكانيك للجيم. محاولة عمل الغاز is noble enough. في ثيم في الجيم. كان مو شيء جيد يعني. هل في اي شيء يدل ان البداية النهاية؟ I didn't see it. وهذا الكلام اسوأ شيء بالنسبة لي الحين في اللعبة اللي لما تعديل. ابي لما اص اي اقدر اتحكم في الكلام. ما ابي اقعد استنى كده. بعدين اكلم من جديد عشان احدد. مثلا لو انا قاعد في واحد دق علي الاتصال. وابي اتكلم يعني. بس هذا مثال غبي يعني whatever. رحت الحمام او whatever. يبالي اعيد الكلام كله من جديد. الحين قاعد اتكلم معك بعاقف الشات. كل الكلام طار. ليش ما تعطي اللاعب التحكم في الكلام ده؟ ف هذا الشيء الوحيد يعني اللي حتى الالعاب اللي فيها كات سينز وفيها كلام بالكات سين. الالعاب الزينة تخليك تمشي الكلام يعني والكات سين يتوقف. ك
كان ما حلو في الجيم. انا عادي اكمل بس افكر اني اجرب الجيم اللي بعده او اني احاول اقرا كلام ده. This never gets old. I'm glad you're having a good time. Okay, stop hating on me. I just love to mess around. Just continue the message damage. As for you, I think you should go through the paths, but in a certain direction. Good luck. Okay. بحاول انك لغز جديد انه اذا الانواع طفت معناها ان الطريق اللي اخذته غلط صح؟ نو؟ no? Let's see. المفروض اخذ الطريق الصح افضل انواع تولع فما ولعت خليني اجعل بس. Now I hate you. I'm not sure if I'm going to go above or below. The candles light up. But how I don't get it. I wish my future would light as they go, as they do. يا انا حظي مليون واني جبت الطريق الصح من اول محاولة يا الانواع قعدت ولا رحت امها بس هي خليني اخذ الطريق الثالث. هنا لو تعطي علامة صوتية تكون اسهل. ما في طريقين اصلا وديل خليني ناخذ نفس الطريق عاد. I don't get it doc. I don't get it. Yes, home. Okay, okay. لو أعبر بالعكس تطفي الشموع ولا لا؟ زين. Good. At least that works. يعني. Okay. فهدول المفروعات تاعت. Alright, and أعتقد حليت دو سبع مرات ورا بعض. هذا آخر مرة حابب أجربها. I got the idea. It's good to have puzzles, but so far, ما أخذت انتباهها يعني. يمكن أن المراحل مو صغيرة. وما هو زوم اوت صاير زوم ان بزياده وادوار ضخمه وللغاز سهله. يمكن لو صغر الادوار معظم العاب البازل زي كذا تكون الكاميرا والخارط واجد اصغر ومعظمها يعني تركب في شاشه واحده. لو تلعب العاب مثلا ادفنشر اوف لولو اللغز كله يعتمد على شاشه واحده فتقدر تركز على العناصر كلها. فعاده الالعاب اللي بلا تفكير تكون خارط واجد اصغر او زوم اوت مره اكثر. هنا صار مشوار كأنه مغامرة RPG و هذا الشيء ياخذ وقت واجد. ف يمكن هذا الشيء اللي يخلي اللعبة not that interested. لأن مثلا أنا ما انتبهت أنا على فكرة بس قاعد أمثل لك لو ما انتبهت أنا بدور كده يعني. فالحين هذا كل هالوقت ده أوه شفت حاجة جديدة هنا. Come on, not time for slacking. ومشى الكلام بعد ما أشوفه. The kingdom needs us. The kingdom awaits us. خطبة عظيمة. For my matey, Beria, Divladi. ما شخصيات يعني. Beria. Reset puzzle candles if stuck. Hit this, please. Oh boy, 7 segments. How would the number look like in digital? Why numbers in digital format? What are you talking about? Are you talking about 7 segments or binary numbers? What number do you want me to write? I don't get what you want. Let's say I need to run active software. عادي اكتب صفر. اقدر اكلم بيكابو خوينا. ما يحتاج تقول لي الحل.
انا بفهم الجيم بس. نكلم الخبل ابو الهند يقول لي بو ها 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 ويقول لك ساعة يتكلم عن النكتة حقه. اوه واو اوكي اي كانت هول باك بو ها ها ها. هذا واحدة من الاساليب النكتي ان لا تخلي الشيء متوقع دائما لما يكون شيء مضحك. So yeah I think here you should count the people on and you should light candles to match the count but don't forget anyone. I mean count everyone. Okay, good luck. لازم تقل هنت. Weird. Okay. فشوف مساحة كبيرة من الخريطة ما لها داعي أصلاً. هل هي لعبة exploration ولا لعبة puzzle؟ على فكرة أنا أقول لك الكلام ده يعني إذا أنت تبي تختبر اللعبة اللعب جد ما تشوف اللعب كيف يتفاعل مع اللعبة بدون معطيات من عندك. لأن معظم اللاعبين بيلعبوها ما بتكون موجود بيت بيت شقة شقة عمارة عمارة عند كل واحد ورا كتفه يتكلمه كيف يلعب لعبتك يعني. أنا أقول لك يعني المفروض ما تعطيني الحل المفروض تشوف كيف تجربتي بدون دخول من عندك. ف I love these kinds of puzzles. 8 5 oh boy 15 20 30 31. No problem. هاي ليش الساعة اللي موجودة عشان تقول لي كيف شكل الأرقام يعني؟ We don't need that. Do we need that? We don't need that. يمكن الجميع مو الجميع يعرفوا ايش معنى 7 segments بس كمان. أو الواحد معكوسة أنا أقول we don't need that أنا كتبتها على الغلط. أوكي maybe we need that يعني مبالي أخرس فا أوكي أوكي أنا شوف أنا فبت كلامي بالغلط يعني أنا قلت we don't need that وطلعت no you need that لأن كتبت لها بالعكس. well done let's find the exit. يا يعني حتى انا كتبت الواحد بالغلط بس ممكن اجربها من جديد لو كتبت الواحد بالغلط لان متاكد 31 بس يمكن واحد يشك في عدده ف maybe yeah it's better to be there definitely. بس انا يوم حاولت احل اللغز بدون ما ادري وش اللغز وشفته لخبطت الامور قلت افكر اللغز يمكن له علاقه بالاعداد الثنائيه binary number او بالعدد 16 وراح بالي بعيد يعني شوي او كيف تبرمج 7 سيجمنتس بالهاردوير باللوجيك جيتس. الشاشه ما معتمه فما شايف الدرج بس نلعب لعبه استكشاف. في خلل في المسج لا عندك مشاكل مع المسج سيستم اللي في الانجن اللي قاعد تستخدمه. الله على مش الانجن انا ما اصمم انجنات على فكره. انتبه على الارض يا يبالي اصور لكم بالكاميرا كيف شكل الشاشه. actually I can do that عشان تشوفون الوضع. ما تشوفون الانعكاس العظيم كيف صار معاي الشاشه عندي.
اوه سوري about that. زين انك نبهتني، لو ما نبهتني كان كملت 20 في الساعة، لان الميكروفون ده من واحد المس من كهربة المسي يطفي، فبعض الاحيان اطفيه بالغلط بدون ما اقصد. شوف الحين ما طفى لاني قاعد امثل المثال ده. anyway يا الشاشة لأن ظلمة بزيادة والأنوار شغالة، كل شيء مع كل شيء صاير معكوس، فقاعد أشوف الانعكاس في الشاشة ما قاعد أشوف اللعبة، ففي ألغاز زيادة. well done well done. اللهم تعليق الوحيد عن الجيم ده، تعليق الوحيد في الجيم ده، الخرائط مرة كبيرة مرة كبيرة. يا تعمل زوم أوت، انا في البناية يعني متضايق من الظلمة صحيح، بس هي جزء من ثيم الجيم. another digit puzzle. والتعليق الثاني ان الدايلوج لو تعطي اللاعب اختيار انه هو يطير الكلام افضل، فاقدر العبهم من جديد اللعبة بس فيديو منفصل، لان الناس ضايقت واجد من اخر فيديو لانه كان طول 10 ساعات، وانا قد اعطيت اللعبة لي اكثر من وقته، فبحاول مرة ثانية الفيديو ده واكمل الجيم هذا. قدامنا 1 جيم وتمر ساعتين ونخلص الجزء الاول. ادرني يعني انا بدي اخلص بقية الالغاز، بس بعمل فيديو منفصل اذا بدك، بس ما نقدر نعطيك هق لكل الفيديو لان عندنا العاب زياده. هذه 12 لعبه ترى، باقي 36 لعبه ولا اخلصهم، فباخذ الابد. ففرح زي ما قلت، تعليقين عندي، الدايلوج والخراط مره كبيره، غير كذا everything is fine. فبالتوفيق بالتوفيق، well done. اللعبه استمتعت فيها كثير يعني، مو كل الالعاب في الجيم جام استمتع فيها، بس اللعبه دي استمتع فيها كثير يعني. الالغاز بالبدايه كانت ممله، بس اجين بسبب الخريطه، خريطه واجد كبيره. العاب الالغاز عاده خريطه نفس الشاشه، ما تاخذ لك لعبه ار بي جي يعني. احنا عارفين كمصممين نحب نسوي كل شيء كبير، بس كل شيء فكان حلو يعني. العاب بازل، اللاعب تبي يركز على البازل، ما تبي يركز انه هي وين المكان وين الحل. يمكن لو تحط في الاعدادات الاضاءه، بس هذا الشيء مو مهم لان في من اللعبه مظلمه. لو دارك سولز يحطوا بلعبه مضيئه ما بتركب، ف اتس فاين اتس فاين. anyway يبالي اعجل شوي والله، لو بدي اعطي كل لعبه كل وقتها زي اول فيديو، بس تعب فيه. اول فيديو اخذ علي 12 ساعه عشان اقيم عده العاب، فهالمره دي قاعد نحاول نسرع شوي. يمكن اعطي بعض الالعاب حق اكثر من الالعاب الثانيه، وهذا الشيء انا ما بدي اسويه. ففرح you are unable to read this project I know. بإيحاء ان الحالات النفسيه مثل الاكتئاب ليست نهايه حياه الشخص، ولكن بدايه حب للنفس والشجاعه ان تمكنت تغلب على شياطينك. اوكي ميتافوركال، انا احب افكار الميتافور في التصميم، فهذه بدايه جيده. فتكتشف فتاة التي تعاني من الاكتئاب ان حالتها ليست سوى بداية رحلة حياتها، حيث تكتشف ان النور كان دائما بداخلها. زين was it a dash and evade enemies mouse click to shoot. من عمل جون دوب and ياز سالم. Was the mouse click. نجرب العربية، ما المفروض التحكم تطلق به، بس no problem. The full screen is not working. Full screen is not working correctly. Let's see. اوكي الحين اشتغلت يوم شلت الزوم. ليش لعبة اكتئاب وفيها شوت؟ يمكن في الدريم وورلد ولا في الوهم. Let's see. الالوان really interesting. هي لقد كنت سعيدة جدا في وقتها. المكتئب ما يضحك الليلة، كان ضحكة ساخرة يعني، بس ما هو ضحكة بجد يعني من القلب.
هذا ضحك تحزن الأسوأ من كل شيء. حقك أوكي، راح أخذ بالفيدباك حقك. أوكي بالتوفيق. أنا أحب الرسم لكن للأسف أتعب جدا. نعم إبالج إيه، الألوان تغيرت يوم ما قريت الكلام ده. أشعر أن النوم هو الشيء الوحيد اللي أريد القيام به. Really؟ يجب أن تستمر الضعف غير ما شو. سوف أقوم بالنظر في الغرفة. أشعر كأنني أفوت المنزل أول مرة من فترة قصيرة. أتمنى لو في طريقة أطير الديالوج بدون ما أضغط على السهم. ماذا؟ رموا لي كتبي لكن لم يحن الوقت. رموا لي كتبي. أنا What's going on? أني نباتات رائحتها جميلة لكني سوف أذهب للنوم. وش علاقة النباتات رائحتها جميلة والنوم؟ أنا قلت بس يا أوكي. لا أرغب مشاهدة التلفاز، أشعر أن كل شيء فيه بدون طعم. نعم يا بالج. مهم جدا الألعاب اللي فيها في مشاكل لأن تكون رسومات يعني suitable and they done really good job in here. اللهم ما قادر أدخل هنا. Why I don't oh the باب يعني okay. كيف الباب دخلت على اليمين وطلعت الغرفة من اليسار؟ إيه من هو على اي حال؟ انا متأكد اني رأيته كثيرا. مين؟ اي متى كانت عندنا؟ لم اعد استطيع رؤية وجود الناس لكني اعرف انها جميلة هنا. انا استغرب ان هذه الرسمة هي الوحيدة التي لا استطيع تخلص منها رغم انها قديمة جدا. الألوان بدأت تتغير. تحكم الزناد ده سموث ولكن بعض أحيان زي ألعاب ريزنت إيفل القديمة بعض أحيان سوء التحكم جزء من فقدان التحكم نفسه وهذا الشيء ده الرعب. يعني أنت لما يكون عندك خوف ما تقدر تتحكم شجاعتك بسهولة، فممكن ده الشيء يكون عاكس الموضوع. أو مثلا لما يكون شيء مخيف يكون قبيح مثلا. يعني بعض أحيان الأمور السلبية في اللعبة تكون تمثل أو تعكس جو اللعبة، فهذا الشيء أنا ما أعتبره عيب في الآن. وأخيرا وصلت. بعد اليوم ظننت أنه لن ينتهي. أنا متعبة جدا لدرجة إني لا أستطيع النوم. أرق. يلا ما بالك. الساعة كم الحين؟ الساعة 3 بأذن الفجر قاعد أعمل تقييم للألعاب دي. عند الحيرة الكتب هي أفضل مناد. عادة النساء يفضلون القراءة خصيصا قصص الدراما وقصص الحب أكثر بكثير من الرجال. ها أنا أحب هذه الكتب لكني لا أشعر بأي رغبة بقراءتها. فعادة الكتب تنتشر عند النساء أكثر من الأفلام يعني والألعاب. أي شيء لا أقوم بفعله لا شيء ببالي. بيتم على الكلتشر بعد. مثلا الكلتشر الروسي من أكثر الكلتشرز اللي أعرفهم يقرون، وعنهم منتشر القراءة كنوع من الترفيه. إحنا العرب ما عندنا بذاك المنتشر بكيفة بالذات في السعودية، بس في مصر أتوقع منتشر أكثر من السعودية. لا أستطيع، أنا غير قادر على احتماله. أحتاج إلى استراحة، أنا متعبة. كيف نقوم بالحصول على الصراحة؟ لا تقنوا السكر بكثرة زيي. تراكم في السكر تعمل زين. أوكي.
اوكي الاعداء بدا يطلقون الحين. فكرة الثيم وتطبيق الثيم جيد. اللهم I don't know فكرة وحوش وقتال. يعتمد بعد ما العب لعبة كثير، مثلا لو يجي وحش ما يموت يعاند، لان هي تعكس انطباع حقها. يعني مثلا الحين اشوف الوحوش صارت اقوى. فاحتمال يعني عملوا شيء مضبوط زين زين. ما اقدر احكم بسرعه، بس حاليا يعني اشوف ان الوحوش تنقتل. لما تكون كئيب ما تقدر تحارب الامور دي. فاتوقع اشوف ليه الصعوبة على الزيد يعني. خليني اشوف، لا اظن استطيع المضي غدا. من هناك جدا كل يوم مشاكل لا تنتهي. Did I finish the game? No. اسمع الميوزك، انا منزل صوت سماعه، انا اخر لعبه اخر لعبتين اخر بس يا I guess that's it. Very nice try. العاب زي كده حلوه لو تدخلوا فيها ميتافورز، لو تخلوا فيها ادله ليش هي مكتوبه. هي اكشلي اعطتني دليل ان في وجه بس ما قاعد اتذكره. هل هي تراما؟ هل هي علاقة؟ هل هي I was so happy over there. Very nice work. الله اعلم، اعتقد لاني انا ما عرفت اقتلهم بسرعة. Maybe I need to play better. العاب زي كده احس ان المفروض ما فيها اكشن. I don't know. I might need to do better. I'm really interested to see what's going on. ليش كتبهم واحد رماها؟ What's going on؟ أنا الداش الشيء الوحيد اللي أتمناه لو في طريقة طير الكلام بدون ما ضغط على الأزرار. اوكي لازم اشيك على كل شيء في الغرفه قبل ما اتكلم. فلس give it another try and get good زي برنس اوف بريجيا. كيف get good لدرجه اني ما رجعت لها اصلا. I was so good اني ما اخلص الجيم. وشيء مثير للاهتمام كيف عملوا الزوم هنا سو لان هذا الشيء مهم للشخصيه. فبدأت تظهر الوحوش لما دكت الرسومات. فهذا اجين دليل وش الشيء اللي يعني اللي مأثر على الشخصية دي، طريقة حكاية القصة عن طريق الميكانيك. هذه واحدة من اكثر الاشياء اللي احبها في الجيمز اكشلي، بغض النظر عن البازلز. احب الميتافورز. So definitely this is a big plus for me from me. يا التحكم شوي غريب. نقينا كل الكلام ده. عندي مؤشر للطاقة ولا لا؟ اوه اللمبات اللي قاعد تدور حول راسه يمكن هاي مش الطاقة حقها. Hello Mister, can you return? I wanna advance in the story please. خليني اعيد الدور. I
اوكي. انا اول ما لعبت شيء على الرسومات طلعت وحوش، بعد شيء حاجه ثانيه وهجموا علي. يمكن لو تخلوا الاشياء ما تقدر تشيك عليها لما تكون في وحوش في اللعبه عشان ما يصير الخلل هذا. عند الحيرة الكتب هي أفضل ميلاد. أنا أحب هذه الكتب لكني لا أشعر برغبة في قراءتها. بشوف المفروض إذا تبي الوحوش يعني لا أستطيع، أنا غير قادر على احتمال أحتاج للاستراحة، أنا متعبة. هل في وحوش ولا ما في وحوش؟ I'm confused. هل أقدر أنام؟ هل ما أقدر أنام؟ هل المفروض أكلم الكمبيوتر؟ أوكي ما يمديني أكلم الكمبيوتر. Good. لان انا اول ما جيت كلمت الملاعة على طول ونمت، بس الحين لقيت الكلام فما ادري وش الطبخة. يا جماعة تستمر الضعف غير مسموح له، هذا افكار الداخلية قاعد تحاول. يا جماعة تستمر الضعف غير مسموح له. انا متعبة جدا. انا حضي حالاً عملي كل جلد. اتش ما تفعلي هذا بنفسك. اووي اتش احتمال ضغموني اكثر من اللازم. دعونك اي مستر دونت رون اواي. أظن أني أستطيع المضي غدا، المنهكة جدا كل يوم مشاكل لا تنتهي. Did the game end? They didn't finish it or something? Or did I screwed up? I don't know. I wanna continue. I wanna see the more story, dang it. I demand more! ما اعتقد جبته صح، يا اللعبة ميري مكتملة يا انا جبت العيد. فما ادري، اعطيته محاولتين. ودي اشوف زيادة to be honest. It's kind of funny but انا موت في الالعاب زي كده to be honest. الرسومات كويسة، الجيم بلاي مش الجميع، مو الجميع يحب الجيم بلاي لانه هذا بالذات إذا ما تهم المواضيع لي. أنا المواضيع الكآبة شفت مليون لعبة عن الكآبة، عن الموت، عن كانسر بالذات، الكانسر بكثرة موضوع مشتهر، ولكن اللي يثير اهتمامي مو الموضوع أكثر ما هو القصة نفسها. هذا الشيء يعطي برامس مرة كبير للعبة، يعني I'm really enjoying it، مع أن الجيم بلاي ما يعجبني، والجيم بلاي مو الجميع، الجيم بلاي أقصد يعني نظام القتال وكذا، ولكن كل هذا ما يهمني. في شخصية، في غموض، في قصة، في موضوع. Really interested. I wanna see more. I wanna see more. يعني هذه لو اللعبة مكتملة كان شريتها. Just I wanna see more. تطبيق فيه ممتاز جدا. لو أنا واحد من اللاعبين كان أعطيت هذه تقييم عالي للعبة.
لان انا يهمني القصص في الالعاب كيف. الله ما قاعد اعمل اكزيت ف اوكي يعني يمكن اعمل لي داونلود، يمكن نسخه الداونلود افضل. I don't know. اتمنى لو اللي لما ارفع الفيديو احط التوقيت ويشوفون اللي عمل اللعبه الخوات عندهم جندو او سالم، ما تكع ساميهم في اللعبه بس بساعه طارت. يعني المفروض تعملون زر للكريدت، وانا اتمنى لو الموقع، انا اعرف الموقع اللي بعض احيان يعني الاسم لازم انجليزي بس. ما شاء الله، I'm game developer from Jordan, born in 1997, but kept making games since 1997. Love RTS, I love RTS as well. Story driven games, me as well. Got master in physics. Damn. I mainly focus on programming, which I have started in January 2016. سبحان مغير الأحوال من physics إلى January. يعني يمتيك تعمل أنظمة تلعب physics، يبقى لاختبار ألعابك الثانية من الأيام ونشوف. إذا بدك أجرب ألعابك next time give me a call. I can try some of your other games. أعمل لهم فيديو كامل لهم إذا كان بدك. أنا أحب الـ RTS وأحب الـ Story Driven Games وأحب ألعاب Square Enix، أحب ألعاب Westwood، أحب ألعاب الخبل من Bullfrog. We got a winner. We got a winner. We have a very high potential game. تمنيت لو بس اقدر اقل اسماء اللي ما تختفي بالسرعه دي بس فرح. I give it 2 plus 7 plus 20 plus. I enjoyed everything in it. ما عدا الجيم بلاي، بس الجيم بلاي مرتبط مع الكاركترز ومع الميول والفيلينج، so it's perfect. It's perfect. I can't say I don't enjoy it. I understand it. And this is more than enough. بدي اعمل تقييم بقية الالعاب، خلصت 12 لعبة، باقي 23 لعبة زيادة. ولكن نشكركم على مشاهدة الجزء الاول، ونراكم بعد عدة دقائق. وهذا بريك، and we will try the rest of the games. So see you next time.